هنا في الدنمارك بيحاولوا دايما ان هم يساعدوا على الريسايكلينج. الريسايكلينج حاجه مهمه جدا، انك انت ترمي الكنز القديمه، ترمي الحاجات البلاستيك القديمه وتاخد فيها فلوس. حاجه جميله جدا ان انت بترميها في الزباله، لا جمع الكنز بتاعتك، جمع الحاجات اللي انت استخدمتها من كنز بيبسي، كوكا، مشروبات تشربها، ازايز ساقعه، ميه، حاجات كده، وبترجعها في المكان هنا في السوبر ماركت تاخد عليها فلوس. كل حاجه بترجعها بتاخد عليها فلوس عشان يخلوا الناس تتشجع ان هي ما ترميش الحاجات، وتساعدهم على اعاده تصنيعها، وبيستفيدوا منها جدا جدا في الطاقه، في اعاده التصنيع، في حاجات كتيره جدا. يا ريت نتعز من الحاجات دي هنا في الدنمارك.